وللحديث أكثر عن البورصة المصرية ينضم لنا عبر الأقمار الصناعية من القاهرة الخبير الاقتصادي حسني الخولي. أهلا بك، وأود بداية أن أسألك كيف قراءتك اليوم لحركة تداولات المؤشرات المصرية اللي سهلت بارتفاع مع بداية الانتخابات الرئاسية؟ مساء الخير أخي، ومساء الخير على السادة المشاهدين. أولا أنا بشجب وبدين التوجيه ميليشيات الحوثي للصواريخ البالستية للمملكة، سلمت المملكة إن شاء الله بشر وشجر وحجر. لو رجعنا للسوق المصري، السوق المصري النهاردة فتح بارتفاعات تقريبا لكافة المؤشرات، المؤشر الثلاثين والسبعيني والمؤشر المئوي، وكان بيسبق جلسة النهاردة عمليات جني أرباح لجلسة أمس وجلسة نهاية الأسبوع الماضي. عمليات جني الأرباح اللي تمت كانت متوقعة، لأن السوق المصري بيشهد ارتفاعات لخمس أسابيع متتالية بأرقام تاريخية لم يشهدها، سواء من المؤشر أو من نسب السيولة وحجم التداول اللي بيتم. النهاردة الانتخابات المصرية، السوق بدأ ببداية كبيرة، ارتفاعات كبيرة، أحجام تداول كبيرة، تقريبا غطت عمليات جني الأرباح اللي تمت أمس. ده جاي نتيجة الإصلاحات الاقتصادية شهادتها مصر، يمكن التقرير حضرتك بتقدمه اللي كان بناء عن تحرير سعر الصرف، إعادة النظر في التشريعات الكتيرة منها قوانين البورصة وقوانين الاستثمار، قانون الشركات، قانون الإفلاس، قانون الضمانات، ده كله أدى إلى جذب مزيد من السيولة وطرح أسهم الاكتتاب للمرة الأولى. وبالتالي مصر بتشهد حركة غير مسبوقة، متوقع عليها الزيادة، لأن البنك المركزي بياخد سياسات توسعية اللي بناء عليها بيتم تخفيض سعر الفايدة، بالإضافة إلى الطروحات الحكومية المتوقعة خلال عام 2018. تفضل. نعم، كذلك بالنسبة أنه يرى البعض أنه ربما المحفزات بالنسبة في المؤشر الرئيسي قادرة بالنسبة على دفع المؤشر خلال الفترة المقبلة إلى مزيد من الارتفاعات. برأيك كيف تقرأ بالنسبة أهم المحفزات المتوقعة بالنسبة، دعنا نقول ما تبقى بالنسبة من هذا الشهر ومن الربع الأول، أنها ستساهم بالنسبة دفع المؤشر والمؤشر الرئيسي لمستويات إيجابية خلال الفترة القادمة؟ في محفزات كتيرة، الكل بيتوقع ان الخميس المقبل في اجتماع البنك المركزي ان يتم تخفيض سعر الفايدة ب1%. مصر مقبلة على تخفيض خلال عام 2018 بنسب فايدة تتراوح ما بين 3-4% خلال 2018، لكن مش هيكون مرة واحدة، هيكون تدريجي، لان هيتأثر الانخفاضات رقم واحد بالشكل الايجابي على التداولات في البورصة، من ناحية تانية بيتأثر بشكل سلبي خشية ان يقل المبالغ المودعة والمستثمرة في اذون وسندات الخزانة. وبالتالي السياسة التوسعية اللي بينتهجها البنك المركزي بتؤدي الى جذب مزيد من الاستثمارات، الطروحات الجديدة بتجيب مزيد من الاستثمارات، ده كله بيؤدي في النهاية الى ارتفاع البورصة عامة، سواء المؤشر الرئيسي الثلاثيني او حتى لما نصل لبورصة النيل لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة. زي ما تفضلت في التقرير اللي انت قدمته، كان اداء البورصة في 2017 أكثر من متميز، من أفضل البورصات على مستوى العالم وبنسب غير مسبوقة، واستمر خلال 2018 هذه الارتفاعات، وحاجات كتيرة بتؤثر منها الاستقرار السياسي في مصر. احنا بنشهد الانتخابات النهاردة للفترة الرئاسية الثانية للرئيس السيسي، حجم القبول والانتشار اللي موجود، وبالرغم من ذلك الناس بتنتخب والناس بتتداول في البورصة. محاربتنا للإرهاب دي بتطمن المستثمر الموجود أو المرتقب، عشان كده احنا بنشهد أرقام كبيرة سواء في الربع اللي احنا فيه أو بقية عام 2018 إن شاء الله. نعم أستاذ حسني، كذلك بالنسبة أشارت بعض التقارير الدولية أنه ربما عودة برنامج الطروحات الحكومية سيجعل بالنسبة أو سيمهد أمام البورصة المصرية أمام أنه فرصة جاذبة أفضل كذلك للمحافظ الدولي، وكذلك مزيد من النمو والاستقرار والجاذبية خلال الفترة القادمة.
لو ابتدينا حللنا الزيادات اللي تمت في البورصة المصرية هنجد ان نسبة كبيرة منها كان للمستثمرين الاجانب وده جديدة، ونسبة كبيرة برضك للمستثمرين العرب. يمكن انا بقول الزيادات اللي تمت خلال الخمس اسابيع الماضية كانت مشهود وملحوظ بشكل واضح، ارتفاع نسب المشاركة للشراء للاجانب. البورصة في حاجة الى مزيد من البضاعة الجديدة، اقصد بها الاكتتابات الجديدة اللي هتكون من خلال 23 شركة بتطرحها الحكومة للتداول. في بالفعل 10 شركات منهم مسجلين في سوق المال. العشر شركات دي بيتم توسيع حجم الأفراد فيها، وبالإضافة أن 23 شركة دول موزعين على قطاعات كبيرة، منها قطاعات بنكية، القطاع المصرفي على سبيل المثال مطروح هيطرح بنك القاهرة، قطاعات في شركات البترول على سبيل المثال شركة إنبي، بالإضافة إلى طروحات من القطاع الخاص من المتوقع أن يتم طرح في الآونة القليلة القادمة طروحات في حدود 2 مليار جنيه مصري. حجم السوق المصري كبر، احنا اوشكنا على التريليون، النهارده بنتكلم في 960 970 مليار. حجم التداول احنا بنتكلم الاسبوع اللي فات 11 مليار، يعني احنا بنتكلم في 1.8 مليار جنيه، ودي ارقام غير ما كناش بنشوفها في البورصه المصريه اللي كانت بتتراوح ما بين 300 وال 400 مليون فقط يوميا. النهارده احنا بنتكلم اباف فوق ال 1.5 مليار جنيه. الاوراق اللي بيتم تداولها مرتفعه وكبيره، ده بيقول ان السوق نشطه وبتنشط اكتر في ظل الطروحات اللي بتطرحها الحكومه، وان شاء الله 2018 افضل باذن الله. كذلك اعود معك بالنسبه الى المستثمرين الاجانب واللي شكلوا بنسبه قويه بالنسبه في التداولات، امس وصلت لمشترياتهم تقريبا 380 مليون جنيه. السؤال الان بالنسبه مع الخفض المتوقع بالنسبه لمعدلات الفائده، النمو كذلك المتوقع للاقتصاد المصري، برايك مجمل هذه العوامل كيف ستجعل بالنسبه للسوق المصريه الاقتصاد المصري عامل جاذب مهم بالنسبه للاستثمارات الاجنبيه ودخولها الى السوق المصري والاقتصاد المصري بشكل عام؟ خلينا نقول الأثر على المستثمر المصري أولا. لما بتنخفض سعر الفايدة ده محفز للناس إن هم لا إما يستثمر أمواله في استثمارات مباشرة، بيفتح هو المشروعات ويخلق فرص العمل، أو يتم لو ما عندوش وقت الاستثمار من خلال البورصات. ففي دي هتجذب شرائح كبيرة من المتداولين المصريين وطروحات كبيرة. بالنسبة للأجانب، تحرير سعر الصرف وتقريبا الجنيه اللي كان بسعره الرسمي من 8.8 النهاردة 17.70، ده بيقول إن الدولار بيشتري عدد أوراق أو أسهم أكتر، وبالتالي جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. الاستثمارات العربية من زمان موجودة عندنا وبتتزايد. النواحي الاقتصادية والقوانين والتشريعات الجديدة وسعر الفايدة اللي بينخفض والمتوقع انخفاضه أكثر، ده بيجيب لنا نسب مستثمرين أكثر. خلينا نتكلم بالأرقام، السنة اللي فاتت احنا عملنا 6.7، النهاردة احنا بنتكلم في 7.9، ده رقم كبير. من المتوقع في 2018 ان نقترب من 10 مليار دولار للاستثمارات الأجنبية فقط. أخي الكريم، تفضل. نعم حسني الخولي الخبير الاقتصادي كنت معي من القاهرة، شكرا جزيلا لك.